السلام عليكم. ستور جراند ستور على اليوتيوب، معانا فيديو بعنوان افكار منزليه بسيطه جامده. فيديو عاوزك تشترك بالقناه واضغط لايك. لو عجبك الديكور الورق ده اكتب كومنتات. والله مش حابب علم ليفربول، كنت عايز علم ريال، بس اجت على كده الحمد لله. يلا نبدا الفيديو. بدانا الفيديو اول حاجه رح جايب سفنجه اللي بيكون في شبابيك الالومنتان عشان ايه ننضفها، اللي بتاع في اماكن ضيقه خالص لا دي بيقطعها وبيرصفها على طول. دي حط لبس بتاع كمامة ولا بتاع، دي برضو نفس الطريقة الأولى، بس دي نظام زي الجشر لب بيتشال بالهواء، بيشفطوا بالهواء. دي بتاع مسكت جوا، هيعلمنا ازاي ده الطريقة اللي احنا نفكها ازاي، هيورينا ازاي نفكها ازاي بسهولة تامة. بس انا مش عارف اجرب، لازم اتفرج على الفيديو اكتر من 20 مرة علشان اتعود عليه. شوف دي بيربط السلك بالسلك ازاي تربط، لا تعمل طريقة وتربطها. دي سوسة بتاعت الجاكيت، برينا ازاي نركبها، نحطها في الشوكة وتركب بيها على طول بدل ما نعور ايدينا ونحط بيها، عشان تركيب السوسة دي بتكون أصعب حاجة. دي قطة، بس دي مش سمك حقيقي طبعا، القطة بتحسبها سمك حقيقي. هي مش عارف بتستخدم في علاج القطط اللي كان عندهم أمراض بيلبسها لهم. دي مجشة بس مش عارف ده عشان تشيل الشعر وكده، عشان لو في شعر وكده دي بتشيله بدل ايه ما تعمل المجاشة بتسخ راسها في أي حاجة. دي بيرسم، شوف ازاي دي بيرسم، لا دي قصدي بيعمل العنب، بيعمل ازاي بيقشر العنب، يعني ايه بيفرق تقشير العنب. دي برضه نشوفك يعمل ايه. طب دي اللي بتاع اللي فوق، ايوة عشان بدل مثلا ايه ما تكون ساخنة حاجة، لا البلاستيك مش يمتص الحرارة وكده. هنشوف هيعمل ايه في الداخل. في الاخر واو، عملها اكنها سلة، اكنها سلة من فوق، بدل يحط على البتاع بعد كده كده هي في السلة. واو دي خطأ مش عارف، بس هو عامل كده عشان يحط عليه التليفون. واو دي برضه يعمل برضه طريقة حاجة بيها برضه، هيورينا دي لزقها في الحيطة. واو اشكال يعني ممكن واحد لسه في منها في البيت وكده. دي كرتونة التليفون لكن هي لسه جاية من جوة جديدة، نفس الكرتونة. هنشوف بقى هيستخدمها في ايه. تستخدمها نظام زي الدرج، يقسمهم لحاجات، يعني انت مثلا عايز تقسم حاجات حقيقة تحطها ايه في الصندوق ده. دي عامل شماعة، شماعة شماعة عمال احطها ايه في الصحون ده تحت المطبخ، تحت المطبخ. واو افكار مرة بسيطة ممكن واحد يعملها في المنزل. شوف دي عامل معلقة حاطها في بتاعت المشبك، هنشوف دلوقتي هيعمل فيها ايه. واو عم الحين دي بقى نشوف، دي بدل ما يكون لا تشيلها على طول كده، عشان واحد مسك المعلقة دي مش هيعرف ايه يمسكها، لا كده يعرف يمسكهم بسهولة تامة. واو دي عامل بتاع ايه ده مش عارفين دلوقتي هنشوف. دي يوم الخيط وريني ازاي بيتحط جوا. واو عرق واحد طريقة سهلة. بص الاشتراك نصيحة، 1000 مشترك ونقطة لايك نصيحة، اكبر عدد لايكات مع السلامة.